تسجيل. حاضر، احنا لسه ما قلناش حاجة. عموما بنتكلم في نواحي تنظيمية، والامتحان يا جماعة هيبقى ايه؟ 30 فقرة و30، 30 فقرة صح وغلط و30 فقرة اختيار من متعدد. أيهما بنبدأ بحاجة؟ ممكن اختيار متعدد وبعدين الصح والغلط. المهم عليه 60 درجة إن شاء الله. معايا حضراتكم، أرجوكم تشدوا حيلكم وتذاكروا كويس وتبيضوا وشينا كده، ويعني تاخدوا تقديرات إن شاء الله كويس من امتياز وجيد جدا بإذن الله، ما تلوش عن كده إن شاء الله. أنا عشمان يعني. ونذاكر الموضوعات كويس، وإحنا رجعناها كويس جدا، وبالتالي المذاكرة هنا معايا طبعا نفس الشيت بتاعكم والنظري وحاجات بسيطة كده، إيه اللي مذاكر أول بأول، وإحنا كنا بنراجع المادة أكثر من مرة. فناخد بالنا لو سمحتوا عشان الموضوع ده. أهم حاجة نركز أكتر يا جماعة على كل الكتاب، لكن نركز أكتر وأكتر لو سمحتوا على الكفايات اللي هي إيه؟ التكنولوجية، أو ما يسمى بكفايات مين؟ كفايات المستحدثات. هي المستحدثات دي نركز عليها كويس، لما كانوا 6 ولا 7 مش مشكلة، إحنا المهم عارفينهم وخدناهم واحنا جايبينهم في المذكرة يعني بوضوح كبير جدا. ونبدأ ايه نذاكرهم ونجهز نفسنا للامتحان، لل الصح والغلط والاختيار المتعدد. هاي ممكن البتاع كله نخليه على بعضه 20 و20، واخلي كله مع بعضه يبقى ايه 40 درجة دي وحديها. او لو طلب مننا نعمل سؤال عليه 20 درجة مع التحريري، التحرير يبقى فيه انسر شيت ده لوحده، هيبقى فيه سؤال مقالي من 20 درجة برضه في نفس المادة، طبعا ما فيش حاجة من بره، هيبقى مادة من نفس المادة عليها 20 درجة دي للشفوي. وهديكم على الشيت 20، ادي يبقى 40، والامتحان النظري 60. فممكن يبقى فيه كراسة كده معاك يديها لكم يعني في اللجنة تجاوب فيها السؤال الايه الشفوي اللي هو 20 درجة. ممكن يبقى سؤال من 10 وسؤال تاني من 10 مقاليين، الاثنين يا جماعة مقاليين، ركزوا معايا كويس. بس لو ما طلبش كده قال لك خلاص انت تتصرف في ال40 درجة، يبقى انا ان شاء الله هحطهم لكم على الشيت كده كلهم، يبقى دي انت درجت ضمنت درجة كويسة جدا. يعني البرمجيات دلوقتي في يا جماعة حاجة اسمها ايه بقى كفايات المفروض يتقنها المعلم. في واحد يقول لي طب احنا المعلم ده حسام هيبقى معلم تكنولوجيا تعليم ده، لا، هي لأي معلم كفايات دي يا جماعة، لأي معلم، حتى لو موسيقى، حتى لو معلم اقتصاد منزلي، حتى لو معلم فلسفة ولا إنجليزي ولا فرنسي ولا أي معلم، يبقى لازم يا جماعة يتقن هذه الكفايات، ليست حكرا ولا وقفا على تخصص بعينه. ففي كفاءات أو كفايات للبرمجيات، البرمجيات هي البرامج اللي بيعملها. وفي كفايات الأخيرة اللي هاخدها آخر حاجة، آخر حاجة كفايات للوسائط. طب مين أكبر، الوسائط ولا البرمجيات؟ لا، البرمجيات. الوسيط أو الوسائط المتعددة دي جزء من البرمجيات، يعني بتتعمل أنت مثلا برمجية معينة عن مثلا إيه التنفس في الإنسان، فطبعا بتحط معاها بعض الوسائط، تحط مثلا فيديو عن عملية التنفس وميكانيكية التنفس، بتضع مثلا مجموعة صور معايا حضراتكم، حاجة صور لتركيب الجهاز التنفسي في الإنسان، الرئتين، مثلا غرف تبادل الغازات، وهكذا. كل حاجة تبقى جوه البرمجية دي اللي بنسميها وسائط. فمين أكبر، الوسيط ولا البرمجية؟ لا، البرمجية أكبر، البرمجية دي مادة علمية. معايا حضراتكم، بتحس الدرجات على الشيت. طب خلاص سيبوا الموضوع دلوقتي ده لو سمحتوا. العدد برضه 29 يعني بيكم، انا 28 برضه عدد يعني بسيط، معناه انا سامع انه حوالي 70، انتوا اللي واخدين الماده بتاعتي حوالي 70، وال30 الماده الثانيه اللي هي ايه الاختياريه الثانيه. طيب خلينا هنا لو سمحتوا. فالبرمجيات دلوقتي هي اي برنامج بيعمله المعلم، سواء باوربوينت، سواء برنامج بالوورد، سواء يا سيدي بيعمل برنامج اكسل، سواء بيعمل برنامج اكسس، برنامج داتابيز يعني ايه قاعده بيانات، برنامج مثلا اي برنامج تتوقعه، وبالذات من المجموعه الاوفيس 6 دول، يبقى هو ده برنامج. معايا حضراتكم، واحد يقول لي هو البرنامج ده هيكون الكتروني ولا هيبقى ورقي؟ لا، المفروض الكتروني،
احنا بنقول يا جماعة مستحدثات تكنولوجية او بنقول مستحدثات رقمية. فاكيد طبعا الخمس ست مستحدثات اللي بنتكلم فيهم دول هم دول اكيد طبعا ايه حضراتكم، ومنهم الانترنت، وممكن منهم المستحدثات نفسها، وممكن منها طبعا الفيديو كونفرنس، وكله ده مستحدثات مش مشكلة معايا حضراتكم. فطبعا اي واحدة من دول فيبقى في برامج، وبتحتاج هذه البرامج معاها الى ايه، الى نوع من الوسائط المتعددة، سواء برنامج، برامج او برمجيات او وسائط متعددة، برضه كله في الاخر رقمي رقمي رقمي، ديجيتال الكتروني يعني معايا. طيب ممكن انت تعمل برمجية بتاعتك على شكل كتاب الكتروني، برضه برمجية، فصول ودروس وهكذا، بتحط فيها بعدين مجموعة من الروابط، مجموعة من الصور، مجموعة من الفيديوهات، مجموعة من المواقع على شبكة الإنترنت مثلا. واضحة يا جماعة الشريحة قدامكم؟ واضحة يا أمل ويا أميرة ويا غادة؟ واضحة الشريحة طالعة قدامكم كويس؟ واضحة. طب الحمد لله. فأنا بشاور أهو بالمؤشر أهو، يبقى دي كلها أي حاجة احنا نحطها، الصور وإلى آخره، مواقع من الإنترنت، معرفش إيه، يبقى كل دي تعتبر ايه، حاجات من ضمن البرمجيات، يا صور، افلام متحركه، اصوات، نصوص، يعني مش نصوص اللي هي اللي في اللغه، النص يعني، لا اقصد يعني النص اللي هو التكست، يعني الماده العلميه، الموضوع يعني الدرس، زي ده هو، بص كده، ده نص، هذه الشريحه تمثل نصا، ده اسمه نص، زي كده. فكل الحاجات دي بتبقى ايه، من مكونات البرمجيات. البرمجية في الآخر ممكن نعتبرها مع محتوى تعليمي، يعني محتوى علمي منتج، فيها طبعا ايه برضه مواد وأنشطة ورسومات وإلى آخره واختبارات، وممكن تبقى على خلاص مدمجة وتوزع على الطلبة وتنشر على موقع الإنترنت أبلود. وممكن تبقى هذه البرمجية اللي هي المحتوى وما فيه وما وعى من كل الشغلانات دي، هي دي كلها ممكن تبقى على شبكة الإنترنت معايا حضراتكم، والمتعلم ممكن يحصل عليها بطريقة أو بأخرى. الطلبة مثلا السنة دي كانوا عندنا اللي هم بتوع البكالوريوس من أولى لغاية رابعة، كان احنا حاطين لهم البرمجيات دي أو المحتوى أو الكتب أو كانت على النت على منصة اسمها إيه، زاد، اللي اسمها منصة زاد. والطالب يبقى يدفع رسوم طبعا مقابل استخدامه لهذه المنصة، ويدخل يلاقي الكتاب بتاعه والنظري والعملي او الشيت والكلام ده، وبيبقى فيه اسئله مثلا يبقى يجاوب فيها وتصحح اوتوماتيك ايضا، وتتحفز له الدرجه وهكذا وهكذا يعني. فممكن ايه احنا نضع كل هذا المحتوى او هذا البرنامج او هذه البرمجيه على شبكه مين؟ الانترنت. توظف اعداد المواد والانشطه واختبارات وامتحانات. طيب ممكن يبقى اي وورد بروسيسنج، يعني في برمجيات معالجه نصوص وهكذا، وبرضه بيكرر يقول لك ادراج صوره ورسومات وجداول وافلام متحركه، كله اشكال هندسيه، اشكال رياضيه، يعني حاجات كثيره جدا. فكله ده بيبقى موجود ضمن مين؟ البرمجيات، اللي هي تعتبر احد مين؟ الكفايات او الكفايات الالكترونيه او الرقميه الحديثه المطلوبه المطلوب المعلم ان يجيدها ويعمل ايه، يمهر فيها. يعني مثلا ممكن الاسئله المتوقعه هنا يقول لك مثلا تمثل السبوره الالكترونيه او الرقميه يعني برمجيه تعليميه، صح ولا غلط؟ او ممكن اقول لك ايه، برمجيه وسيط متعدد، مثلا نص تعليمي فقط، صورة فقط. طبعا هي يبقى ايه، لا تقول ايه السبورة، لا دي تعتبر ايه وسيط تعليمي، لا هي برمجية ولا هي سيدي اختبار حتى ممكن ده، ولا هي نشاط ولا امتحان، انما هي ايه وسيط تعليمي اللي هي السبورة مين؟ الرقمية. اقول لك الحقيبة التعليمية مثلا تمثل برمجية تعليمية، برمجيات تعليمية ممكن دي صحيح تعتبر ممكن حقيبة تعليمية. أقول لك الخريطة مثلا الإلكترونية أو الخريطة الجغرافية الرقمية تعتبر إيه، من ضمن الوسائط المتعددة، صح ولا غلط؟ صح معايا حضراتكم. فالبرمجيات اللي عايز أقوله غير الوسائط، غير إيه؟
واحد هنا وليد يقول لك ايه هنصوب بالخطأ يا دكتورة. طيب ماشي يا جماعة، فهيبقى في أسئلة زي كده، أنت تقرأ الكلام ده كله تلاقي ممكن منه أسئلة متوقعة، يا اختيار من متعدد يبقى فقرة، وهنجيب كفاية تحتية ثلاثة ألف ب ج أو A B C معايا حضراتكم، والصح والغلط خلاص يعني ألف ده يمثل إيه الصح وبادس الغلط، لو الصح ألف ظل الألف، لو الصح به يعني خطأ يبقى ظل البه، وهكذا الشيت أنتم متعودين عليه متهيألي وعرفتوه العام الماضي لما كنت في الكلية مش كده؟ آدي يا جماعة موضوع مين؟ البرمجيات، تصميم الرسومات التوضيحية اللي تحتاجها، يعني لو في مثلا عندك رسومات وحاجة زي كده وبرمج في فنضعها برضه في البرمجيات، أي وسائط أي ميديا أي صور أي حاجات زي كده بنحطها في داخل مين؟ البرمجية. برضه بنعيد ونزيد فيها تاني، يعني تكرار ممل شوية، وتوضع طبعا ايه البرمجية دي بعدين على موقع الكتروني او موقع تعليمي او توضع على ايه شبكة الانترنت. طيب مع ازدياد حجم المادة وتعقيد محتويات المادة دي تمثل ايه بقى؟ المادة التعليمية تمثل البرمجية ولا جزء من البرمجية ولا تمثل المادة التعليمية مثلا الوسيط التعليمي؟ لا هي تعتبر تمثل المادة التعليمية وتمثل المادة تمثل آسف البرمجية التعليمية، المادة تمثل البرمجية لأن هي جزء من البرمجية كما اتفقنا، والصورة والصوت اللي هي الميديا أو الوسائط المتعددة هي جزء من مين؟ من البرنامج أو من البرمجية وهكذا. فطبعا مع التطور والتعقيد في التكنولوجيا في الكمبيوتر والبرامج وإلى آخره، فطبعا أصبح الكتاب مطبوع دلوقتي هو يعني الحل للمشكلة دي، لأنه الكتاب التقليدي تقليدي ما بتقدرش تحط فيه لينكات أو تحط فيه مواقع أو تحط فيه غير، أكثر حاجة يتحملها الكتاب التقليدي الصور مش كده؟ الصورة فقط، لكن لينك ويوديك لمكان تاني لا، يديك لقطة فيديو مثلا ما فيش، يديك صورة متحركة لا، يديك انفوجرافيك مثلا ثابت ولا حرك ولا تفاعلي، الحاجات دي كلها بنفتقدها في الكتاب او المحتوى التعليمي او البرنامج التعليمي التقليدي، هذه الفكره او هذا الايه الغرض، لكن لو برنامج او برمجيه تعليميه الكترونيه اقدر احط فيها كل الكلام ده، اما اذا كان برنامج مطبوع كتاب تقليدي برنامج تقليدي فيبقى صعب نضع فيه اكثر، فقط يتحملش غير الصوره ليس الا، او خريطه او حاجه كده، برضه الخريطه تعتبر ايه يعني قريبه من الصوره، انما عشان تحط فيه حاجات حيه لقطات الفيديو مثلا وصور متحركه وصور ثابته تضع في الكتاب الالكتروني او البرمجيه الالكترونيه مقاطع صوتيه تسجيل صوتي بصوت المعلم او صوت حيوانات او صوت مثلا كائنات معينه شخشخه عصافير ولا ما اعرفش ايه تغريد البلابل ولا زئير الاسد والاصوات دي كلها بتاعت الكائنات المختلفة دي صعب نحطها، يعني مش صعب مستحيل تضعها في الكتاب التقليدي أو المطبوع، إنما ممكن نضعها في الكتاب الإيه أو البرمجية الإيه الإلكترونية، ودي ميزة بقى البرمجية التعليمية الإلكترونية دي تستوعب كل الوسائط المتعددة. طيب هنيجي بعدين كفايات تصميم الوسائط، هندخل على الوسائط بقى، خلصنا اللي فات ده كله الكام شريحة اللي فاتوا دول الستة، احنا دلوقتي في الشريحة السابعة، الشريحة حتى الأولى دي كانت عنوان المحاضرة، فيعني كأنه خمس شرائح، خمس شرائح دول يا جماعة عن بقى إيه شروط ومكونات وكفاءات والمعايير الواجب مراعاتها فين؟ في البرمجية التعليمية الإلكترونية، ده كلامي. دلوقتي آخر كفاية، آخر كفاية في الكفايات الحديثة أو الإلكترونية أو اللي بنسميها المستحدثات، هي كفايات تصميم الوسائط، الوسائط المتعددة مالتي ميديا، زي ايه الوسائط المتعددة؟ كثيرة جدا، يعني لو رجعت انت في الوسائط المتعددة تلاقي مثلا عندك السبورة الإلكترونية، هتلاقي ايه كمان الوسائط المتعددة وتلاقي تسجيلات صوتية، هتلاقي مقاطع فيديوية، هتجد فيها مثلا حاجة اسمها الانفوجرافيك يعني معلومة متحركة أو معلومة مصورة متحركة،
ومعلومة مصورة ثابتة ومعلومة مصورة تفاعلية، ده بيسموه الانفوجرافيك، برضه وصية متعددة. ليه وسموها متعددة؟ لأن هي مجموعة حاجات بتأدي هدف واحد، يعني مجموعة أشياء ووسائط متكاملة لتحقيق وظائف متكاملة لدرس واحد، مثلا درس فقط واحد، عشان كده يسموها وسائط متعددة، يعني مجموعة من الوسائط المختلفة والمتنوعة والمتعددة للدرس الواحد، للدرس إيه الواحد. فعشان كده هي إيه سموها وسائط متعددة. لكن لو وسيط واحد فقط ما اقولش عليه متعدد، خلاص هو وسيط واحد، يا صورة يا اما مقطع صوتي او شريط فيديو او حاجة زي كده، او انفوجرافيك واحد، ما يبقاش متعدد. ده متعدد يبقى مجموعة من الاشياء، الوسائل او الوسائط. واحد يقول الوسائط هي الوسائل، ايوه يا فندم، هي الوسائط هي الوسائل، لكن هنا متعددة لانه كلها مع بعض متكاملة تحقق إيه عدة أهداف لدرس واحد. معايا؟ هنا إيه الكفاءات المطلوبة دي؟ يتكون فريق العمل لتصميمها وإنتاجها. إحنا بنصمم طبعًا الوسائط دي، يعني إيه نصممها؟ يعني نطبق عليها الخمس مراحل يا جماعة، فاكرين؟ أو نموذج العام اسمه ADDIE، نموذج ADDIE، أو أقولهم لك بالعربي نموذج عبارة عن تحليل المادة العلمية وتحليل التلاميذ وإلى آخره. بعدين يا سيدي تيجي تعمل إيه؟ تصمم الوسيط أو الحاجة اللي الوسيلة دي. وبعدين تيجي إيه؟ تجربها. وبعدين تيجي رقم 4 تطورها، تعمل تطوير وتحسين وتعديل فيه أو تحسين. آخر حاجة تعمل لها تقويم evaluation ADDIE. ذاكروه كويس ده لو سمحتوا يا جماعة عشان أجيب فيه أسئلة بصراحة. النموذج العام ده اللي خدناه في اول الحاجات دي في قدام خالص. فاحنا بننفذ بنعمل البرمجيه دي ولا بنعمل الوسيط؟ من خلال استخدام هذا الايه النموذج. النموذج ده بستخدمه ليه؟ عشان اصمم وانتج الوسيط المتعدد. وادينا الامثله للوسائط المتعدده. الوسائط جزء من او انواع الوسائط. الان احنا قلنا يا أميرة الوسائط مجموعة وسائل بس إيه متعددة متكاملة لغرض واحد أو عدة أغراض لدرس واحد. تمام معايا حضراتكم؟ فهنا الفريق بقى إيه اللي بينتج، وإحنا قلنا اللي بينتج وبيصمم إزاي بخمس مراحل، ما ننساش يا جماعة. هاي شايفين المؤشر بيروح إزاي ويجي؟ التصميم والإنتاج ده طبقا للنموذج. الوسيط هو الوسيلة، هو الوسيلة، ماشي فيش مشكلة. فممكن ننتج احنا الوسيط والوسيل. مين بقى اللي بينتج؟ هو فريق عمل. مين هو المنتج بتاع البرنامج؟ زي منتج القصه او المنتج السينمائي او منتج الفيلم او منتج المسلسل. المنتج ده اللي هيعمل ايه؟ اللي هو اللي هيطلع لنا الشغل ده كله. متعدد الوسائط. فالمنتج وفي المخرج اللي هو ايه بقى؟ المخرج اللي بيقول لك اعمل هنا وهات ولقطه هنا، وهنا في زوم ان، وهنا زوم اوت، واخد بالك، وانت تدخل هنا تعمل صوت، وانت تعمل هنا معركه، وانت هنا كده يعني. ده المخرج بقى ايه اللي هو المهندس بتاع الفيلم او المسلسل كله. المنتج اللي هو بينتج وبيدفع فلوس. معايا حضراتكم؟ ده غير المونتاج. المونتاج يا جماعه ابص الاقي في حاجات في فيلم زياده حشو اشيلها، حاجات ناقصه احطها اضيفها، فايه ده اسمه المونتاج. المنتج، المنتج ده اللي بينتج بيدفع بقى فلوس للممثلين وللجماعة دول. فاللي بينتج البرنامج ده أو الوسائط دي يا جماعة برضه بيتكلف، وهكذا. ممكن يبقى على حساب المدرسة، على حساب أي جهة معينة، مثلا شركة بتموله كده يعني. ففي منتج للبرنامج، البرنامج أو البرمجية هي يا جماعة. المخرج اللي هو الدايركتور، ده بقى الرئيس بتاعهم بقى بتاع الايه زي مثلا نيازي كان مصطفى زمان، وزي حسام الدين مصطفى، وبعد ده كان مخرج كبير وهكذا. ده مخرج بيبقى مسيطر على العمل كله من الفه الى ايه. في كاتب السيناريو. معايا حضراتكم؟ زي وحيد حامد مثلا، سيناريست يعني قول انت فريد شوقي هتقول كذا، وانت يا مثلا فلانه هتقولي كذا، وانت هتقول كده يعني. اكتب السيناريو
والسيناريست ويعمل الفيلم ده على شكل كتاب فيه بتاع 1000 2000 صفحة مثلا. ليه؟ لأنه ده عليه الحوارات اللي عليه. فده لو عمل فني يعني، لكن لو جينا عمل تربوي زينا يبقى كاتب السيناريو يقول لك والله الشريحة دي هتشمل كذا، فيها لقطة كذا زي الشريحة قدام كودي اهي. وانا هنا مثلا سيناريست، انا في الحالة دي الموضوع اللي بقدمه لكم حاليا النهاردة ده انا سيناريست كده ليه، يعني انا كاتب النص وانا عامل الحاجات دي، والشريحة دي فيها كذا، واللي فاتت فيها كذا، واللي جاية فيها كذا. ده كاتب السيناريو وكاتب النص. خلي بالكم ده الفريق بتاع مين اللي بينتج مين يا جماعة؟ الوسيط، الوسائط. وحتى يقول لي طب ومنتج ممكن يبقى هو المنتج بتاع البرمجيات اللي اتكلمنا فيها الكفاية اللي فاتت؟ اه برضه ممكن يبقى نفس الفريق، هو منتج الفريق يا جماعة بتاع إنتاج الوسائط، ممكن يبقى هو نفسه الفريق بتاع إنتاج مين؟ ردوا علي، سكتوا ليه كده؟ هو نفسه منتج إيه البرمجية. معايا حضراتكم؟ لأنه الاثنين لا ينفكان عن بعض، مرتبطين ببعض. منفذ الصور وأخصائي الرسوم ده برضه مش لازم الإنجليزي يا جماعة عشان ما نلخبطكمش، برضه اللي بياخد اللقطات حاجات الرسومات والصور. في فرق بين الرسوم والصور، نعم. اللي درس معايا وسائل تعليمية زمان، تكنولوجيا تعليم في سنة ثالثة لما كان في ثالثة في الكلية، علمي أو أدبي سواء أساسي أو عام مش مشكلة، درس قلت له يعني إيه رسم، يعني إيه صورة؟ صورة يعني صورة الهرم مثلا، أصورك أنت، أصور نخلة، أصور يا سيدي ملعب كوبري، مصنع، منحل، أي حاجة دي اسمها صور خلاص يعني بالكاميرا وكده. لكن الرسم ده ممكن الرسم إحنا نعمله إيه؟ رسم يبقى رسم باليد كده كروك، يعني يرسم المعلم على السبورة مثلا، على السبورة يرسم خريطة، يرسم أي حاجة معينة، يرسم مثلا مصنع، يرسم هرم. شكرا، واخدين بال حضراتكم؟ فدي اسمها إيه؟ رسومات. فرق بين الرسومات والصور، الصور أكثر دقة وأكثر وضوحا، والصور أكثر إيه يعني جاذبية. الرسم ده ممكن يبقى رسم تخطيطي، رسم يعني تقريبي، ارسم قارة آسيا وقارة أفريقيا مثلا، او ارسم جمهورية مصر العربية بشكل كده رسم كروكي، ارسم نبات كده جذر وساق واوراق وثمار وحاجات دي رسم. انما الصورة طبعا اكثر توضيحا واكثر واقعية وغيره. في منفذ الصوت والتقني او الفني، يعني التقني يعني الفني بتاع الصوت، الفيديو اللي هيعمل لقطات الفيديو وهيعمل ايه وهكذا، دي حاجة سهلة. المبرمج بتاع الوسائط معايا، بتاع الرسوم المتحركة، اللغة ومؤلف النصوص، بتاع أخصائي اللغة عشان يكتب لغة سليمة، ما يبقاش لغة أي كلام يعني فيها أخطاء لغوية يقع فيها الإيه المعلم أو الطالب، فهكذا. كل ده فريق أجيبهم تاني، كله ده يا جماعة مين؟ المنفذين بتوع الوسائط المتعددة. فريق ساعات بيسموه الكاست، فريق المنتج اللي هو بيصرف ويدفع، والمخرج اللي هو بيهيمن على العمل كله، اللي كاتب السيناريو اللي هو كاتب المادة العلمية زينا كده هنا مثلا ده بيسموه سيناريست، اللي هيصور، اللي هيعمل الصوت، التقنيات وتكنولوجيا الصوت، الفيديو وتقديم وتأخير وتسريع، ولقطات الفيديو هل كلها عاوزينها ولا ناخد بعض منها، مبرمج الوسائط بتوع الرسوم المتحركة مين، اللغة مين ماسكها. معايا حضراتكم؟ كله ده الكاست او الفريق الخاص بمين، برمجية ولا بالوسائط المتعددة؟ ممكن للاثنين، انما هو طبعا ده اكتر ايه للوسائط المتعددة، ان يا جماعة دي فيها مجهود في اعدادها. يمكن البرمجية سهلة ان ممكن واحد يقوم بها لوحده. في مدير الاختبارات كمان، تيستنج ايه المانجر، يعني اختبار اللي هو مثلا لو فيه طبعا اختبار نفسه، أسئلة قبل وأسئلة أثناء وأسئلة بعد. خلاص، يبقى ده الكاست أو الفريق بتاع مين؟ 7 بتاع تصميم وإنتاج وإعداد مين؟ البرمجية. ذكرهم كويس، الله يكرمكم. يا وليد، يا إسراء، يا مين، يا هو، وصل عددنا 32 برد قليل يعني ده آخر محاضرة. نيجي هنا بقى إيه المراحل اللي بتمر بيها الوسائط المتعددة. واحد طبعا يقول لي هم الخمسة الاي دي دي اي اي، لا غيرهم. دي يا جماعة اسمها وسائط مراحل انتاج الوسائل ايه. اولا خدنا الفريق 7 حاجات اشخاص او 7 يعني
سبع ايه يعني سبع مجموعات، ماشي، لاعتبار ان كل واحد منهم مجموعة. اثنين عشان نصممها يبقى بنمر المراحل دي، اولا مرحلة التعليم التعليم والاعداد. لا هي دي فيها حاجة، دي بصوا وقوف الكتاب يا جماعة، يمكن مرحلة الاعداد، ماشي، الاعداد، لكن هي تعليم لا دي فيها حاجة معينة، لكن ممكن مرحلة الاعداد. خلاص انا بعد ايه، بجهز، بحضر الارضية، المسرح اللي هنتج عليه الحاجة، بجهز الشيء نفسه يعني. ماشي. مرحلة التصميم وكتابة السيناريو، خلاص يبقى عرفنا ايه السيناريو، النص اللي هيبقى تقوم عليه اسمه الوسيط المتعدد. مرحلة التنفيذ، مرحلة لازم بالترتيب يا جماعة، معايا حضراتكم، قربنا خالص خلاص. مرحلة التجريب ومرحلة التقويم ومرحلة النشر والتوزيع، يعني خلاص لو فيلم مثلا خلاص نبدأ نوزعه على دور السينما والكلام ده كله، ننشره، يبقى وزارة التربية والتعليم تاخده وتنشره وتوزعه على المدارس مثلا كده يعني. آدي تقريبا الست مراحل دول لإنتاج مين؟ أنتم مسؤولين عنهم، خلي بالك، وقفوهم إنهم مسؤولون. دكتور مرة مكتوب مرحلة التعليم ومرة تحليل في الشريحة اللي فاتت يا أستاذة إيمان، نجيبها. مرحلة التعليم هي مش تعليم بس، هي ضاع مني، لكن الإعداد دي ماشي. مرحلة التعليم ومرحلة التحليل فينها؟ هنا ايه، بسيبك من التعليم دي، انما هي مرحلة الإعداد. الإعداد هي دي على فكرة، التحليل والإعداد، تحليل أنا بحلل المادة العلمية أو بحلل الحاجة اللي هعمل لها وسيط، فبعمل لها تحليل، وبحلل التلاميذ اللي هعملهم الوسيط كده، صح؟ صلحوها لو سمحتوا، أنا اجتهادا بس، هي كده صح، اجتهاد مظبوط، واجتهد وأصاب فله أجران. فالتحليل والإعداد، بحلل مين؟ حاجتين، يا التلميذ وأشوف أعمارهم وإلى آخره، مستوياتهم وسنهم وذكائهم والكلام ده كله. تحليل وإعداد، تمام، برافو عليك. حد قال إنه في الكتاب مكتوب إيه في الشرح بتاعها بعدين، التحليل هي فعلا التحليل مش تعليم. طيب والإعداد، خلاص والإعداد، نجهز الوسيط، التصميم خلاص يبقى، والسيناريو ننفذ، البرمجية ننفذها، نطلعها خلاص للنور، نجربها، نعملها تقويم، ننشرها. خلصنا كده الايه، هم خدهم تاني بعد كده، ايوه، هي جات التحليل والاعداد، جات بعد كده اهي شرحهم بقى. تمام، هناك مختصرين، هنا الشرح واضح يا جماعه، تحليل الطلبة، ونحلل حتى المعلمين نفسهم اللي هيستخدموا هذه الوسائل مع الطلاب برضه، المعلم ده قادر ولا مش قادر على استخدام هذه الوسائط والكلام ده كله، حاجات يعني تبقى جميلة، مش بطانية ولا حاجة، ده شال والله يا جماعة. طيب الأحسن حد يلفت نظر ويقول لك إيه حسام لابس شال في البيت، تفضلوا شاي، شاي ما بعد الصيام. معايا حضراتكم، يبقى نعملهم تحليل ونحدد الاهداف العامه والاهداف السلوكيه، وفرق يا جماعه بين الهدف العام، هنا يبقى تفصيل بالتفصيل. هي يعني المراحل اللي فاتت هنجيبها تاني، نجيبهم تاني اهم، تاني باك باك، يعني التصميم والتحليل والاعداد والتصميم والتنفيذ، البرمجيه وتجربه وتقويمها، وخلاص ننتجها بشكل صحيح وسليم وننشرها ونوزعها. معايا حضراتكم ست مراحل لإنتاج مين الوسائط، ركزوا عليهم الله يكرمكم. هنا أخذهم بالتفصيل، تحليل عدد الطلبة وتحللهم وتشوف حاجاتهم واحتياجاتهم والكلام ده كله، والمنهج تحلله، وتحدد الأهداف العامة والأهداف السلوكية، الفرق بين الهدف العام والسلوك، عارفين أنتوا خدتوه في التربية العملية. لا عادل والله إحنا إيه والبطانية بنسمع برضه، أكيد في حد برضه متغطى البطانية وأنا بكلمه، أنتوا شايفين أنا مش شايفكم، مش مشكلة. اختيار المحتوى في الهدف السلوكي او الاجرائي، او الاجرائي السلوكيه، هنا يا ريت تعمل هنا شرط معي، بص كده، لانه ما يبقى في ينفعش سلوكيه واجرائيه، لا لا، هي السلوكيه هي الاجرائيه يا اخوان، او العمليه، بصوا اعمل لي شرط سلاش، شرط مايله كده، شرط مايله، مايله كده بالاثنين، السلوكيه هي الاجرائيه، بس السلوكيه او الاجرائيه او الاجرائيه مش هي العامه،
العمل نقول مثلا ايه، يهدف منهج التربيه الدينيه الى اعداد النشء السليم الصالح للمجتمع الذي يساهم في بناء النهضه والى اخره. ده هدف عام انها تحقق، ده في عايز له 3 4 5 6 سنين. لكن سلوكي تعليم التلميذ الصلاه لوقتها مثلا، يبقى سلوكي يعمل التلميذ التجربه الفلانيه الان، يرسم على السبوره، يطلع ويرسم سلوكي، التلميذ يفك ويركب الحاجه الفلانيه سلوكي، يطلع على الخريطه يوضح لي مثلا موقع مثلا ميناء العين السخنه مثلا سلوكي، طلع على الخريطه وشاف. طيب اختيار المحتوى برضه ده كله في التحليل والاعداد وتحديد المتطلبات الايه السابقه. بعدين خد ايه بعد كده، خد ايه تاني بعدين، عشان هنا المفروض دول كله مرقمين يا جماعه، مجموعه الانشطه اللي بتعين المتعلم. نحدد برضه الانشطه اللي هيعملها المتعلم وهتساعده في انه يتعلم. هذا تسول الكتابيات التي ترفق مع البرمجيين، يعني الماده اللي هنكتبها او النص، وازاي هنستخدم البرمجيه دي. معايا حضراتكم الوسائل التعليميه او الوسائط هنا تمشي، او الوسائط المتعدده هنا اللي كانت واحده بتسال مثلا مطلوب تفاصيل لكل مرحله ولا مراحل. لا اصل يا وليد هنا تفاصيل لكل مرحله، ده اصل لو الامتحان مقالي اقول لك يبقى تفاصيل ولا بايجاز، لكن حيث ان الاختبار مش مقالي، صح وغلط واختيار متعدد، بس تعرفهم انه ممكن يجي فيها برضه دي صح ولا غلط، دي مطلوب مين الف صح ولا باء ولا جيم، هي صح. فلازم في الحاله دي يا جماعه الله يكرمكم، يعني هنا مش مطلوب تفاصيل ولا ايجاز، لانه احنا الامتحان مش مقالي، فيبقى ده السؤال ينفع هناك. طيب ايه تاني بعد كده، هنجيب اللي فاتت دي كلها نقاط يا جماعه ماشي موجوده في الكتاب، في الكتاب، بس انا بعمل الشرائح هنا ايه يعني نسيت رقمها. فالترقيم ده كله تبع ايه، كله تبع تفصيل للست مراحل لانتاج الوسائط المتعدده، ست مراحل الوسائط المتعدده، الوسائل التعليميه باشكالها قلنا او الوسائط ماشي، استراتيجيات التعلم اللي هي طرق التدريس او الاستراتيجيات او المداخل، ودي طبعا تختلف، العناصر البرمجيه التقنيات الحاسوبيه التي تستخدمها، تحديد العناصر الماديه اللازمه وهكذا، ادراء مشاريع صغيره بسيطه في استخدام تقنيات الوسائط، دي كلها برضه تبع ايه؟ شوف تبع مين؟ ثالثا المراحل التصميم، المرحله الثالثه دي ماشي، المرحله الثالثه لتصميم وكتابه السيناريو، تصميم يشمل تصميم واجهه العرض اللي هي اللي بيسموها الهوم بيج او الصفحه الرئيسيه، معايا العناصر والالوان بتاعتها والى اخره وشكلها والايقونات اللي تبقى فيها، تصميم قوائم والمعلومات والشرائح اللي توضع في توضح محتويات البرمجيه، والمحتوى يوضع في تصميم مناسب. كل دي نواحي بنسميها نواحي فنيه. بص يا جماعه في معيارين من عند يراعوا عند اعداد والتصميم بتاع اي برمجيه او اي وسائط، وهي المعايير بيسموها التربويه والمعايير الايه؟ والمعايير الفنيه، دي كلها معايير فنيه بقى. الالوان والواجهه والشكل والتوازن والخلفيه والارضيه او الارضيه والفجر او الشكل، وفي حاجتين لازم نراعيهم في الشريحه، يبقى في حاجه اسمها شكل وحاجه اسمها ارضيه، يعني الكلام ده كله المكتوب ده كله ده ايه؟ الشكل، الفجر، دي البيضه دي ارضيه، معايا حضراتكم؟ ممكن ارضيه بس هي المفروض ما تتغاش على الشكل، الشكل هو اللي يهمني اللي هو الكتابه، او لو في رسم معين مثلا الجهاز التنفسي او الجهاز الدوري في الانسان مثلا، يبقى هو الشكل اللي وراء الباك جراوند بيسموه او الخلفيه، كل دي نواحي فنيه يا جماعه معايا، فتذكروها على شكل سريع يعني، نراعي في التصميم كتاب السيناريو المراحل الفنيه دي كلها عشان اريحكم يعني. والمراحل التربويه حد ما حد سالني قال لي طب ايه المراحل التربويه؟ ايه
المعايير التربويه. المعايير التربويه يا جماعه اراعي مثلا التسلسل بتاعها يبقى من السهل للصعب، ده تربوي بتاعنا. اراعي مثلا فيها تدرج، اراعي فيها من الكل للجزء، اراعي فيها من المعلوم للمجهول، اراعي فيها من المألوف والشائع الى غير المألوف وغير الشائع، اراعي فيها فهم الطلاب لها، اراعي فيها انه تبقى صحيحه علميا ما فيهاش اخطاء علميه. معايا حضراتكم؟ كله ده يا جماعه بنسميه الايه بقى، النواحي الفنيه والنواحي التربويه التي تراعى في مرحله السيناريو والنص. مرحله كتابه السيناريو برضه نقراها سريعا. وانت بتعمل السيناريو بيبقى مسجل على ورق الاول، سيناريو بتاع مين؟ بتاع الوسائط. ما ننساش احنا دلوقتي بنتكلم كله على معايير الوسائط يا جماعه، وعلى مراحلها اقصد، وبنتكلم على يعني الكفايه الكبيره هي بتاعتنا، هي كفايه الوسائط المتعدده. فنكتب الكلام ده كله هيتكتب على بالورق، واخد بالك، وبيسموه السكريبت، سكريبت فنيا بيسموه سكريبت، يعني الحاجه اللي هتتقال يعني ولا تطلع. واحد يقول لي طب ايه الفرق بين، هو نفس السكريبت هو السيناريو، واخدين بال، بس السيناريو بيبقى فيه تسلسل، السكريبت ممكن يبقى ايه يعني حاجه خاصه لوحدها، يعني موضوع او لقطه مستقله. اما السيناريو يبقى ايه موضوعات متتاليه متعاقبه مع بعض. ساعات بيسموه سكتشات. ايه سكتشات؟ حتى في الفن والافلام والحاجات يقول لك سكتش فلان. المرحلة الثالثة اللي هي التنفيذ البرمجي. ماشي؟ التنفيذ هنيجي ننفذها، يبقى لازم طبعا ايه؟ او ننتجها ونطلعها وننتجها نخليها ايه يعني تظهر للضوء. يبقى لازم ايه اللي او نألفها او نعدها تبقى جاهزة للطلاب، وتبقى متاحة وسهلة وواضحة وهكذا، ويبقى احنا ايه؟ يعني خلاص انتجنا دي المرحلة الثالثة. تحديد توفير الأجهزة المطلوبة. لمين؟ لعرض الوسائط. الأجهزة، تحديد وتوفير الأجهزة المطلوبة لمين؟ لعرض الوسائط. إنتاج الوسائط بعد خلاص يعني بعد ما أنتجت، النتيجة خلاص بشكل يعني غير قابل لل يعني خلاص ما فيهاش أخطاء، ننتجها فعلا وننشرها وتبقى إيه يعني زي ما تقول ستاند باي أو جاهزة. نجربها للمرحلة الرابعة، تجربة وتطويرها بآراء واستطلاعات وإلى آخره، أو خبراء أو اختصاصيين يشوفوها ويبصوا عليها ويتأكد من وجه ومدى يعني تطابق المعايير عليها وهكذا. ويبقى ممكن معانا مجموعة من الخبراء اللي هيشوف عيد فعل من نفس مثلا في تكنولوجيا التعليم من هي طرق التدريس وهكذا وهكذا، ويراجعوها إيه بحيث يبقى إيه يعني ماشية مع الهدف المتوخى أو الهدف المرجو. معايا؟ لا، نجيب اللي فاتت. تقويمها بعدين. واحد يقول لا طب ما إيه الفرق بين اللي فاتت يا أسامة وبين دي؟ تقويم evaluation. اللي فاتت يا جماعة دي عبارة عن إيه؟ يعني عبارة عن تقويم في بعد الإنتاج مباشرة، يعني بعد الإنتاج مباشرة. هل يا جماعة خلاص نبدأ يعني نجربها ونطبقها على الطلاب ونبدأ يعني نشوف مدى مناسبتها ليهم وتحقيق الأهداف المرجوة سواء أهداف عامة ولا أهداف سلوكية؟ هنا بقى ده التقويم ده يعني ده في يبقى نهائي خالص. تقويم النهائي اللي هو قبل النشر، قبل إيه أو قبيل إيه يعني مرحلة النشر. هنا ما فيهاش أخطاء لغوية، ما فيهاش أخطاء علمية، ان هي المحتوى سليم، انه ماشي مع السيناريو مظبوط، ماشي مع النصوص اللي كانت مكتوبه على الورق. معايا حضراتكم؟ بيسموها مرحله الايه التقويم النهائي. نتاكد ان كل النشر اخر حاجه، خلاص ننشرها ونوزعها ونحطها على النت او على الموقع او حاجه زي كده. دي الست مراحل اللي هي بتاعت مين؟ الخاصة بمين؟ لا ده نفصل يا جماعة، ده خلاص فصل تفاعلي، ده حاجة تانية، الغيها، الغي دي لو سمحت.
فصل التفاعل ده نلغيها، الشريحة 28 ملغاها. ماشي حضراتكم، بس نركز على الست مراحل اللي فاتوا، وبرضه دي نلغيها خلاص، هو انتهى طبيعي. دي لو أجهزة ما بتعوزها، لكن خلاص احنا لغيناها عشان تبع الشريحة اللي فاتت اللي هي دي. معايا حضراتكم؟ بيسموه الفصل التفاعل وأدواته، فخلاص ملغي من هنا خالص، ما ننساش. صح كده يا دكتور، مرحلة تجريب دي تعتبر تقويم مبدئي. بالضبط، لا نقدر نقول تقويم تجريب. برافو عليك يا إيمان، تجريب تقويم بيسموه مرحلي. مرحلي، بصوا يا جماعة، في ثلاث أنواع للتقويم: قبلي، مصاحب أو مرحلي، بعدي. تمام، هقولهم تاني. تقويم قبل ما نبدأ البرنامج، أو قبل ما نبدأ نطبق الايه الوسائط على الأولاد، شوف فكرتهم ايه عنها، معلوماتهم. هلا هي صفر على الشمال مثلا. طيب نيجي بعدين ايه، نجرب الوسائط دي وأثناء الدرس، وده اسمه ايه بقى، تقويم، تقويم مرحلي، أو ساعات بيسموه بنائي. تمام، طيب بعد ما خلصنا خالص خالص الانتاجها، نعمل تقويم نهائي خالص، يبقى ده اسمه تقويم ايه، تجميعي او تقويم نهائي او تقويم بعدي، بوست ايفالويشن. ففي ثلاث مراحل لمين، للتقويم ده بمناسبه مين، سؤال ايمان حفظي. هذه يا جماعه الموضوع. انا عايز اعمل فلاش باك ثاني لكل اللي خدناه النهارده. خدنا بسرعه كده، نيجي نبدا من الاول خالص عشان نختم، يبقى ختامها مسك ان شاء الله. وهنا بس دول ريت رقموهم يا جماعة، مرقمين في الكتاب والله، بس أنا هنا عدوا عليه عشان كده أنا يعني شايفهم متداخلين، بس مش متداخلين إطلاقا، دي كل حاجة تبعها، تبع حاجة تانية يعني، دول لوحديهم. فلو سمحتوا كل مرحلة من المراحل دي، لسه احنا هنجيب من البداية خالص خالص، كل مرحلة من البداية دي يا جماعة ليها مراحل فرعية، فرعية أرجوكم تركزوا عليه. فاحنا نجيب الشرائح كلها بتاعت النهاردة، احنا خلصنا كده يعتبر اهم كفايتين دول، كفايات البرمجيات دي اول حاجة، صح؟ مفيش حاجة قبلها. طيب كفايات البرمجيات مالها؟ البرمجيات دي كلها عبارة عن كلام نظري شوية، انه البرمجية دي ممكن تبقى كتاب الكتروني، البرمجية مادة علمية، البرمجية سيدي تلاقيها ايه بقى يعني مدعمة بمجموعة من الحاجات الوسائط المتعددة اللي هنتكلم عليها في آخر كفاءة أو آخر كفاية. البرمجية دي سيدها هتبقى صحيحة علميا، لها معايير ومناسبة للطلبة، وتحقق الأهداف المرجوة سواء أهداف عامة أو سلوكية. وشوية كلام في الشريحتين ثلاثة دول على مين، هو يحفظ المحتوى ده على البرمجية. ممكن تبقى طبعا كتاب الكتروني وتوضع على موقع الكتروني، ويبقى مدعم بصور ورسومات واختبارات وانشطه والى اخره، وهكذا وهكذا. ده كله عن شروط ومعايير البرمجيات التعليميه، البرمجيه اللي ممكن تبقى على شكل كتاب الكتروني. انا ليا كتاب الكتروني موجود على النت تبع مجلس اعلى للجامعات، و بيدرس اي جامعه تاخده بيدرسه عادي في كليات التربيه، هو في دراسات عليا ساعات، واحيانا هو كان معمول سنه رابعه، وهذا الكتاب هو بينطبق عليه نفس الكلام ده كله، وفي لينكات روابط يعني، وصور، وفي تواريخ، وفي احداث، وفي جداول، حاجات زي كده، ورسومات واشكال تخطيطيه وتوضيحيه. لكن الكتاب قبل كده لما كان ورقي طبعا كان جاف، ما كانش كده، غير اقصى حاجه يبقى فيه صوره أو صور فقط توضح الشيء، اسمه تخطيط المناهج. معايا حضراتكم؟ فده كل بالشرايح دول بيتكلموا على مين بقى؟ على المعايير البرمجيات، البرمجية، المحتوى العلمي اللي هي أكبر من الوسائط. آخر كفاية اللي هي بعد الكفايات اللي هي البرامج التعليميه، هي اللي المفروض تتوافر فيه مين، المعلم بالتاكيد. دي كفايات تصميم الوسائط، المنفذ الوسائط، فريق بقى دول عباره عن المنتج والمخرج والكاتب السيناريو او النص، الصوت، الفن الصوت، فن الفيديو،
المبرمج نفسه، البروجرامر بيسموه، الديزاينر قبليهم كان المصمم، أخصائي اللغة، أخصائي الرسوم متحركة. معايا حضراتكم رقم 7 هلاقيه بتاع الاختبارات، كله ده كاست أو فريق لمين؟ ها؟ لمين؟ للوسائط المتعددة. ماشي؟ محدش ليه بيتكلم ولا بيسأل يا جماعة؟ أنا ببص عليكم أهو، العدد وصل 37 وأنا منهم، يبقى 36، 38 بقوا. برضه العدد بخس شوي، يعني أنتوا فيكم بركة طبعًا. إنما عدد برضه قليل من 70 نص مثلًا، مش عارف يعني، ولا عشان المحاضرة تبقى مسجلة، جايز، الناس ليها ظروف. لكن أرجوكم عند الامتحان مفيش حاجة اسمها ظروف ولا جوابات. امتحان يعني امتحان. أرجوكم رجاء حارا يعني جاوبوا صح، خاصة يا جماعة مش أنا اللي بصحح، الجهاز هو اللي بصحح، الجهاز هو اللي بيصحح إلكتروني. معايا؟ أنا اللي أملكه الشيك، الشيت إن شاء الله، معرفش ليه بقول عليه الشيك. الشيت إن شاء الله وهكرمكم فيه خالص بإذن الله تعالى، وأنا بستعين بالحضور اللي هنا هو اللي معايا، يعني مثلا من أحمد بدوي وأمل وأميرة وأحمد سيد وأحمد محمود وإسراء وإسراء حسام وأمال كمال وأمل عبد العال وأميرة وإيمان حفظي وإيمان ماهر وإيمان إناس، إناس السلام عبد الله، عليكم. إيميل، إيميل مين؟ إيمان ماهر، إناس عبد الله، آية، تيسير حمزاوي، دي بتيجي بدري لو خالص. سمحت يا دكتور، عايزة أسأل كم سؤال. نعم، على الصوت بس تفضل. هو عالي، ينفع نستعين في الشيك بالإنترنت ولا مش هينفع؟ لا الانترنت، انتوا مشتركين في منصة الزاد؟ لا، طيب فمش ينفع. أو أنا لا، يعني عشان أنا جامعة الأزهر أصلا. اهلا وسهلا. لا احنا حضرتك تاخدي الشيت وتسلمه لنا ورقيا، يا اما بطريقتين، يا تجيبه لي في الكلية يا اما توديه للمكتبة اللي انت استلمت منها، او أنا بعتيه معايا ببدأ حتى على فكرة مفيش مشكلة الإجابة برضه. على الأسئلة وكده، الإجابة على الأسئلة يعني، مالها؟ ممكن ناخد مقتطفات من الإنترنت وكده. هاي يا فندم، ده يبقى ورحب وحييكي، يا ريت طبعا. تمام. وراب مين اللي بتسأل السؤال؟ أنا أميرة عمر. كويس يا أميرة. محمد سيد ولا أميرة مين؟ أميرة عمر. هاي. لا كويس جدا وفكرة هايلة، ويا ريت طبعا طيب يا هاتي دكتور، في سؤال في الشيت اللي هو أذكر عدد من المنصات التعليمية وحضرتك جايب عدد يعني منهم، يعني ولو جايب لقيت حاجات تانية دعامية من النت ماشي تمام، يعني أنا برضو ينفع أخد من دول وأكتب عنهم؟ ينفع 100%. طيب، وكمان ينفع أخد واحدة منهم وأعمل عليها محتوى تعليمي برضو؟ ينفع. بص تمام. اي مشاركة اي نشاط منك كويس جدا في الشيت بالذات، ابتكري اخترعي مفيش مشكلة. طب في حضرتك قلت قبل كده في اللي هو المستحدثات التكنولوجية، عند ايوه صفحة عند الشريحة 21 ونلغي اللي بعديها، اللي بعديها ده كان من أول اللي هو مميزات ايه؟ المستحدثات. بص انا معايا كتاب، قولي لي صفحة كام؟ حاضر. قولي لي صفحة كام؟ كتاب هو على صوت شيء حاضر. هو زملائك سامعينك كده؟ أكيد. حضرتك صفحة 43. تمام 43. هذه يا ستة اهي 43، يتصف المستحدث التكنولوجي بكذا. أيوة، حضرتك قلت إن من بعد الشريحة 21 يعني محذوف لحد آخر اللي خلاص هو اللي قلنا العنصر، عليه ماشي مفيش مشكلة، اللي قلنا عليه أنا ملتزم بيه. يعني المستحدث المميزات بتاعتها محذوفة، وال يعني وأسباب عزوف المعلمين دي محذوفة لحد آخر العنصر. لا أسباب عزوف المعلمين لا ما قلناش محذوف. لا، حضرتك قلت الاثنين. طيب قولي لي أسباب العزوف صفحة كام؟ ما هي 46 بعديها على طول بعد العنصر بتاع المميزات. 46. أسباب، لا والله شرحتها وتكلمنا فيها خلاص معلش. تمام يا دكتور، انا بتأكد. لا دي تكلمنا فيها والله أنا فاكرها كويس جدا. طيب، في صفحة 14 14 أنت رجعتي ورا خالص.
ايوه ايوه في هذول هذول. المجال مطلوب مني اعرف كل مجال فيه كم معيار وكم مؤشر لا ولا لا 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 الارقام لا مش لازم، هو انا اعرف لا اسم مو المجال وخلاص كده لا ولا المجال حتى، ودي محذوفين دي محذوفه؟ 14 و15 كله محذوفين. ايوه طيب يا ريت حضرتك برضه و16 تجيب يعني تمسك الكتاب و16 وتقولنا من الاول ايه المحذوف وايه مش محذوف طيب عشان حاضر، اذا عايز جلسه وحديها بقى يا استاذه حاضر، نخلص بس مراجعين ونمسك الكتاب. ماشي تمام. ماشي يا دكتور، شكرا، ماشي بالتوفيق. إن والله لو شاء تجون الله. انتوا يوم تقدروا، بس في ناس غريبة بعيدة برضه، لو تجون يبقى مع بعض كده في قاعة ولا بتاع، وهتبقى القاعات فاضية كلها الأسبوع اللي جاي. احنا خلاص الأسبوع ده كان آخر دراسة يعني لينا، إلا إذا كان في حد يشطب المرة اللي جاي، لكن يا مش دكتور مشكلة هو احنا مع اصلا بعض. اليوم اللي بنطلع فيه بنروح الجامعة وكده بيضيع، فيعني الافضل لا ناخدها كده على النت ونوفر وقت وروح وجاي وكده عشان خلاص المذاكرة والامتحانات. خلينا عن خلاص التحت، تمام. خلينا عن التماشي، شو الدنيا بردت دلوقتي خالص. ماشي نكمل حاضر، يبقى ايه نمسك الكتاب ان شاء الله ونبقى نعمل مراجعة بيه بإذن الله. دلوقتي يا جماعة خلاص عرفنا بقى الشريحة اللي فاتت، اللي هو احنا قلنا مين عليه الكاست او الفريق الخاص بمين، تصميم الوسائط 7 فرق او 7 مجموعات معايا. طيب دلوقتي المراحل، الوسائط 6 مراحل، التحليل والاعداد، التصميم مش هشرحهم تاني بالتفاصيل، وكتابة السيناريو، تنفيذ البرمجية، تنفيذ يعني نبدأ ننفذها ونعمل برمجيات. واضح؟ اخر سؤال في الشؤون شيء، بس هذا نخلص بس الاول، ولا معاه سؤال يا جماعه يسال. 4 بعد كده، دي 4 على فكره التجريب، منسيه هنا، دي 4 معايا. تقويم 5 6، النشر والتوزيع، بس دول مراحل انتاج، تصميم وانتاج واخراج وتوزيع من الالكترون الوسائط المتعدده. وقلنا ليه وسائط متعدده؟ قلنا السبب، وجايب لك المراحل اهي، تحلل مين ماشي، وهكذا كل مرحله منهم، ويعني الخطوات بتاعتها الفرعيه. والتصميم برضه نعمل ايه في تنفيذ البرمجيه، هنعمل ايه في التجريب، هنجرب على مين ونطور ازاي. مرحله مراحل التقويم، وان التقويم ده ليه 3 مراحل، قبل واثناء وبعد، او قبل ومصاحب وبعدي، او قبل ومصاحب وتجميعي او نهائي فاينل، والنشر والتوزيع. ال6 مراحل دول اللي هم ماسكينهم كل ايه الشرائح اللي جايه. ماشي، بس ارجوكم ايه تظبطوهم وتعملوا التسلسل. هنا ثالثا مثلا، رابعا دي اعتقد كتابة السيناريو، او طيب يبقى 7 ثانيا، هي تنفيذ البرمجية او الانتاج دي ثالثا، وبعدين رابعا التجريب والتطوير، خامسا التقويم والتقويم بخطواته او مراحله 3 معايا، وبعدين ايه تاني اخر حاجة النشر والتوزيع اللي هي سادسا. 6 مراحل دول يا جماعة في الشرائح، بس انتوا تسلسلون كويس، فصل تفاعلوا للآخر ده نشطبه. بس يعني دلوقتي ندي فرصة للأسئلة عشان اللي عاوز يسأل يا جماعة يتفضل يسأل. أنا معايا الكتاب أهو، وكل في هنا منال الجمل، آخر سؤال في الشيت، آخر سؤال في الشيت ماله اللي ما خدناهوش يا جماعة ما نحلوش. آخر سؤال، سجل في منصة تعليمية مفتوحة ثم صمم محتوى تعليمي على هذه المنصة. خلاص ما فيش داعي ليه. لو صفحة كام؟ صفحة 20، صاد 20، ده صاد 20، صفحة 20، صاد 20. حد يسأل؟ لو حد عايز يسأل يا جماعة يفتح المايك ويتكلم، نسمع زي زميلتكم اللي فاتت. حد عاوز يسأل يتفضل يسأل. الكتاب من أوله أو في الشيت. ممكن حضرتك امتحانات العام؟ لا يا فندم، المادة دي أول مرة تدرس،
وأول مرة في حياتي أديها ومليش فيها امتحان قبل كده، والمادة جديدة، كفايات المعلم في العصر الرقمي، دي مادة جديدة خالص خالص مع لائحة جديدة، فما فيش امتحانات. أول مرة، أول مرة أنا أدرسها، وأول مرة هحط لها امتحان، وما تعملوش الهم يا جماعة. بعد إذن ممكن تراجع المحذوف من أوله. والله أنا تقولوا لي وأنا أقول لكم آه أو لا، بس ليه؟ لأن أنا دلوقتي الشرائح مش ما هقدر أجيبها واحدة واحدة، فمش هفتكر. الكتاب برضه لسه جاي قريب، ما واخده أول امبارح، فأنا ما عنديش فكرة. ممكن تعطينا مجموعة أسئلة لكل فصل؟ لا، ما بديش أسئلة، لا. لكن إيه، أنت اجتهد وحط أسئلة، وأنا أقول لك يعني صح أو غلط، أو ماشي كويس أو لا، مش صح وغلط يعني صح حالك، لا يعني ممكن أقول لك الصياغة صحيحة أو لا. دكتور معلش بعد إذن حضرتك، كده السؤال الأخير في الشيد مش هنحله عشان الصوت قطع عندي. خلاص السؤال قلنا إحنا كام؟ 20، صفحة 20 في الشيت. وخلي بالكم عشان النت بيشاور هنا يا جماعة، عشان النت بيشاور. الشيت احنا قلنا نحلوه ونسلموه في المكتبة، معايا المكتبة اللي استلمنا منها. مش لازم يا ولا رأفت انت تروحي المكتبة بنفسك، ابعتيه مع حد قريبك ممكن، او طالبة قريبتك ولا بتاع يكون نازلة سوهاج الجامعة، تسلموا في المكتبة هم عارفينها. ماشي، نحل شيت الدكتور في نفس المذكرة ولا نحل في ورق؟ ازاي بس يا جماعة الشيت ده عشان تحلوا فيه؟ مش في أماكن وفراغات نقط، حلوا فيه وبسيط. ها زي صفحة 4 مثلا، سؤال تطبيقي. معايا حضراتكم؟ بصوا يا جماعة، لو في حاجة مش عايزها مش عارفها هاتها من النت، مفيش مشكلة برضه. وبعدين احنا جايبين لكم يا جماعة حاجات يعني موجودة هنا، المنصة التعليمية دي حاجات يعني زيادة للمنهج، يعني تسر المنهج. أنت هتجاوب منها؟ هتجاوب إيه منها؟ هتجاوب منها. معايا؟ وسؤال وشيت بسيط جدا. انت عندك في محتوى هنا اهو في الشيت ده، ذاكره وجاوب منه. حتى معظمه مش جاي يعني اسئلته غير الكتاب، هو جاي جايب لك محتوى لوحدي. معايا؟ حدش ليه بيتكلم؟ فارجوكم رجاء حارا، عشان خلاص وقت المحاضره باقي ربع ساعه، نخلص الساعه 8 المفروض. اخر معاد تسليم الشيت قبل الامتحان بيوم، خد راحتك وخد وقتك. فيا جماعه الشيت هنا محمد وفدي ولا مين ولا قدري، ايوه محمد. فتبص على الشيت فيه النص والموضوع وفي سؤال عليه منه، يعني من دقنه وفتله يعني زي ما بقول. سألته في صفحة 4، لماذا التعليم الرقمي قصده ايه؟ يعني ده سؤال بسيط جدا يا جماعة، صفحة 4. يعني ايه السؤال اللي هو التعليم الرقمي يعني ايه؟ سؤال لماذا التعليم الرقمي؟ ليه يا جماعة التعليم الرقمي او الالكتروني؟ يعني سؤال بسيط وسهل جدا، مين يقول لي؟ صعب السؤال، مين؟ منال الجمل. لماذا التعليم الرقمي؟ لماذا التعلم الرقمي؟ اللي عايز يسأل يحدد السؤال بتاعه لو سمحت. هاي لماذا التعليم الرقمي؟ لكورونا، عشان بعد المسافة، عشان توفير الوقت والجهد والمال، عشان تقليل النفقات، على تقليل الضغط على الأبنية المدرسية مثلا، واخدين بالكم، عشان توفير كهرباء والمية، في نوع من الاقتصاد، في نوع من التيسير، في نوع من المعلومات الحديثة، في نوع من التفاعلية. كل ده يجاوب عن السؤال لماذا التعليم الرقمي، أو أهدافه إيه،
أهداف لا تعد ولا تحصى، تكتب فيها كتاب كبير. الشرح في الشيت احنا مطلوبين بيه في الامتحان النظري؟ لا. هذا سؤال كويس بتاع ايه، بتاع ايمان ماهر. لا يا جماعه بصوا، الشيت او للشيت فقط، واضح؟ الكتاب منه النظري، الكتاب منه النظري. وحتى لو في سؤال شفوي، بصوا لو في سؤال شفوي ركزوا على دي كويس، هيجي في الامتحان التحريري سؤال شفوي، هيجي في التحرير هيجيبه من الشيت برضه من ده. معايا؟ لو في سؤال شفوي كلامي واضح، لو في سؤال شفوي هجيبه لك برضه من الامتحان. لو في، لو او هكتبها، ركز معايا، لو سؤال شفوي تحريري يعني هيجيب عن الامتحان التحريري، هيكون برضه من فين؟ من الكتاب المقرر، الكتاب المقرر مش من الشيت، وليس من الشيت. زي عمل سنة يا جماعة ده عليه 10 درجات كلها، كلام فاضي يعني. معايا حضراتكم؟ فأرجوكم ناخد بالنا من هذا الموضوع. تاني، لو في سؤال شفوي هجيبه من المقرر الرئيسي بتاعنا. لو في هنروح الجامعة ولا هنا؟ لو في ايه؟ هاي سين، لو في ايه؟ لا احنا هنا خلاص. لو في حتى لو عزتونا في مرة يا جماعة، انا ممكن اقعد معاكم في مرة ونحكي في المقرر على النت برضه زي كده من خلال المنصة دي يعني، تمام؟ لو في هنروح جامعة، لو في ايه يعني؟ مش فاهم يا ياسين، وضح سؤالك. لو في ايه؟ لو سؤال شفوي تحريري هيكون يا جماعة من الكتاب المقرر وليس من الشيت، سؤال واضح. لو طلبوا مني سؤال من 20 درجة مع الامتحان النظري هجيبه فرقة مستقلة، هيكون من الكتاب مش من الشيت، كلامنا واضح. غيره دكتور راجع معانا المحذوف، ما اقدرش اراجع، انتوا قولوا لي ايه وانا اقول لكم. انا مش حافظ المحذوف ايه، بس ساعدكم مش هيجي منه ان شاء الله خالص. وانا عارف المحذوف، لو مريت على الشرائح كلها عارفها، اقول لكم اه دي تحذف دي لا، لكن ما اقدرش انا. انت لو في حاجه متشكك منها اسالني. صفحه 14 ل 17 ماله؟ قلنا عليه، قلنا عليه نحذفهم من 14 ل 17. 14 14 نحذفوه يا جماعة، و 15 و 16 لغاية الكفاية التدريسية نبقى عليها، ونص 17. 14 لنص 17 اهي، 14 لنصف 17 محذوف. ايوه ده ماشي. غيره عايز ابعتيه ياسين على الواتس، ماشي. اي حد عنده سؤال يا جماعه ممكن على الواتس يبعته لي. عايزين في وقت نحدد وقت زي كده ونبقى على المنصه دي هنا وبرده نتكلم في اللي. طيب من واحد لواحد وكم؟ 20 43 ماله ده؟ 21 43 ده قفزه جامده يعني. ايه يعني محذوف ده يعني؟ لا طبعا، من 21 ل 43 مش فاهم. 21 لا، كل ده مقرر، كله مقرر مقرر مقرر. ماشي يا جماعة، يلا يا جماعة شيل وقت. ألو 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 ألو، النت يا جماعة بيشاور نفسه.
الو، النت بيشاور نفسه. الو، حد فاتح مايك في المايك. ماشي، يلا اللي بعده. سامعين؟ ماشي. اخر معاد تسليم الشيطونه قبل الامتحان بيوم. النت بيشاور نفسه. راح الصوت. طيب ماشي، ممكن تبقى على معاد ايه مرة جاي؟ لا لا، بس محجوزة ما بقدر احدد. انت تقول وانا بقرر محجوزة ولا لا. الو، هذا الصوت نيلة، صوت معلق من عندك يا دكتور. ماشي، طب انا اعمل ايه؟ الصوت مشكلة، الصوت مشكلة. يلا خلاص، نلقاكم على خير عشان الوقت يا جماعة، وعندي محاضرة بعدكم. نبدأ نحدد ميعاد، ابعثوا لي على الواتس. السلام عليكم.